السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. هنشوف مع بعض دلوقتي من خلال الفيديو التجانس بين الأسف والأرضيات، أفكار مختلفة لتجانس تصميمات الأسف مع الأرضيات بفراغات الوظائف مختلفة في التصميم الداخلي. هنبتدي دلوقتي نعرض مجموعة صور هنشوف فيها إزاي المصمم المعماري قدر يعمل تناغم وترابط ما بين الأرضيات والأسقف ومعاه كمان الحوائط. دايما إحنا بنعمل تصميمات للأرضيات في لوحات، تصميمات للأسقف في لوحات تانية، تصميمات للحوائط في لوحات تالتة، تمام؟ ومبنعملش ربط ما بين اللوحات وبعضها، مع إن العميل أو الشخص لما يجي يخش جوه الفراغ بيشوف الـ 3D، بيشوف الأسقف مع الأرضيات مع الحوائط كله مع بعضه. تمام، بيبان معايا في المشهد الداخلي. هنشوف مع بعض ممر زي ده، كوريدور موجود عندي في المشروع. ايا كان وظيفة المشروع قد ايه، المصمم المعماري تمام من خلال التصميمات الداخلية قدر ان هو يعمل تناغم ما بين الأرضية والحائط والسقف، تمام، وألوان متكررة معايا، وقدر يربط ما بين الأرضية والحيطة والسقف. حضرتك دايما تلاحظ الأرضية والسقف قد ايه في ترابط ما بين كل مرحلة والتانية، تمام؟ فكان ان هو اتعامل زي بالظبط زي ما نقول بنعمل ايه، نغم. يعني ان هو في ارضيه متناغمه مع السقف، بعد كده في عندي ارضيه تانية متناغمه مع السقف، على اساس ان هنا في عندي باب بيدخلني على وحده سكنيه او على غرفه فندقيه، بعد كده اعدي الاقي باب تاني يدخلني على غرفه تانية وهكذا، تمام؟ فبيأكد على مجموعه الغرف او الابواب المختلفه من خلال الالوان، الحائط مع الأرضية مع الحائط التاني مع السقف، كأنه هو بيأكد إن هنا في عندي حاجة جديدة، تمام؟ نفس الكلام في الصورة ديت، هلاقي إن هنا في عندي مساحة، تمام؟ أعرف إن أنا أمشي فيها، وفي عندي هنا هو مجموعة غرف، تمام؟ في عندي هنا هو حيطة إزاز، والحد الفاصل ما بين الغرف ديت وبين المساحة البنية، هلاقي إن في عندي لون موجود في الأرضية متماشي مع السقف. فكأن اللي ماشي عندي في الجزء ده هوت، تمام؟ المصمم المعماري عاوز يقول ان خد بالك فوقيك في سقف مختلف عن السقف التقليدي الطبيعي الموجود عندي في الفراغ التاني. شوف قد ايه بقى، يعني انا بدي رساله للي ماشي، ها؟ فالشخص اللي ماشي هوت في الارضيه ديت، لا ده فوقيك سقف طبيعي، اما الشخص اللي ماشي قريب من الازاز، لا ده فوقيك سقف مختلف بعيد شويه، تمام؟ فشوف قد ايه في ربط ما بين الارضيه والسقف، دي حاجه في منتهى الاهميه، تمام؟ وانا بصمم بحطها في الاعتبار ان لازم تكون الارضيه تمام متوافقه ومتناغمه مع الاسقف، وكاني بدي اشاره وعلامه للشخص اللي ماشي فوقيك في ايه، سواء من ارتفاعات او من اضاءات، تمام، وغيره. طيب نشوف مع بعض برضو صور تانية. اهو ده برضو عندي مساحه كبيره متقسمه 3 زونز، هلاقي ان هو في عندي زون خاص بالموظفين، انا ممكن ان انا اقعد في المكان ده هوت، وكان في كاونتر، في ممر عندي متاكد من خلال الارضيه والسقف، وفي عندنا هوت مسار حركه تاني بسقف تاني مختلف، وبكده في عندي مسار حركه تالت برضو بسقف مختلف وهكذا، فكاني كل ارضيه متناغمه ومتوافقه مع السقف بتاعها، تمام كده. فانت كده بصريا لما تيجي تشوف الارضيه وتشوف السقف، لا ده هنا في عندي زون ومكان مختلف له كيان مختلف عما يحيط به، سواء من ممر او من عناصر اخرى موجوده عندي في المشروع. فالموضوع ده يا جماعه في غايه الاهميه. تخيل لو الارضيه بتاعتي ديت مش موجوده وكلها ارضيه واحده، اكيد ما كنتش هحس بنفس القوه ان في عندي ان هو ارضيه متناغمه مع السقف، وهنا في عندي سقف مختلف بعيد، عملت ارضيه تانية مختلفه عشان هنا في عندي مساحه حركه قوي، وبعد كده في عندي هناك مساحه بيانيه تانية فسقفها سقف التقليدي وهكذا. فالموضوع ده يا جماعه في غايه الاهميه. الصورة دي يا شباب في غاية الأهمية. لو أنا بصمم معرض أو بصمم متحف، تمام، أو أي مشروع من المشاريع المختلفة، لازم أعمل كده، تمام. طالما السقف بتاعي ارتفاعه اتغير، تمام، لازم أأكد عليه من خلال الممشى ومن خلال الأرضية بتاعتي. أو لو أنا عامل أرضية مختلفة عشان هنا في مسار حركة، فلازم السقف بتاعها برضه هيبقى مختلف، مختلف من حيث اللون، من حيث الارتفاع، تمام، حتى كمان من حيث توزيع الإضاءة الموجودة فيه. هنشوف مع بعض صور تانية. شوف مع بعض ان هو الصورة هنا اليمين قد ايه في عندي ارضية من خشب، بص معايا على الحوائط وبص على الاسقف، وكان دوت زون منفصل عن بقية الايه الكيان الموجود في المبنى. نفس الكلام ان هو
في حتة معينة أكدت عليها بكرسيين وفيها مصدر إضاءة، فكأني في عندي ركن مخصص لناس معينة هيقعد فيه، فبرضه ميزتها من خلال الأرضية الخشب المختلفة، وكمان السقف تمام المعمول عندي سقف معلق اللي هو معمول برضه من الخشب اللي هو شكل مختلف، فكأن السقف والأرضية أكدوا إن هنا في عندي مكان أو زون خاص بوظيفة معينة. تمام كده، هنا في عندي اهوت كرسيين وترابيزة، وفي عندي اهوت مصدر إضاءة جاية بشكل مختلف عشان المكان ده مكان مميز مخصص لناس معينة. شوف قد إيه بقى إن التصميم المعماري لغة عشان أأكد عليها تمام من خلال الأرضيات ومن خلال الأسقف ومع الإضاءة والحوائط وغيره. هنا في عندي مسار حركة، بس نظرا إن في عندي ارتفاعات مختلفة في الأسقف وفي عندي كمان مصدر إضاءة مختلف ممكن يكون عندي سكاي لايت، فبدأ الأرضية بتاعتي والسقف بتاعي بشكل مختلف، كأني بقول اللي ماشي لو أنت مشيت في الجزء دهوت هيبقى فوقيك مصدر إضاءة طبيعي، أما لو مشيت في الجزء دهوت هيبقى فوقيك مصدر إضاءة صناعي، فكده في تناغم تمام ولغة مشتركة ما بين الأرضيات والحوائط والأسقف. الموضوع ده يا جماعة في غاية الأهمية، لازم أطبقه في أي مشروع أنا بشتغل عليه. حاجة بص إن هو على الصورة إيدي الشمال، لاقي برضو في عندي ربط ما بين الأرضية وبين السقف. ليه ربط بينهم؟ نظرا إن هو في عندي مسار حركة في منتهى القوة، تمام ده المدخل والمخرج بتاعي، فأنا عاوز أقول اللي بيمشي في الممر دهوت ها مجرد ما توصل إن هوت لو مشيت في الأرضية ديت أو لو شفت السقف دهوت ومشيت معاه كأني سهم بيواجهني إن هنا في عندي مدخل ومخرج في غاية الأهمية. شوف قد إيه برضو أنا أكدت على الفكرة من خلال الأرضيات ومن خلال الأسقف واللون المختلف الموجود عندي في الحائط، تمام موضوع في غاية الأهمية. برضو الصورة ما هو بتوضح إن هنا في عندي مجموعة أبواب، ممكن يكون عندي مصاعد أو غيره، عملت ليهم أرضية مختلفة وعملت كمان سقف مختلف غير اللايتنج، الإضاءات المختلفة الموجودة عندي اللي هي بينية برضو إن هو حاجة في غاية الأهمية. كنت ممكن أعمل الأرضية دي كلها لون واحد، كنت ممكن أعمل السقف ده برضو كله لون واحد، لكن انا جيت عشان اميز ان هنا في عندي حاجه مهمه في اسانسيرات او غيره، لا ده انا عملت هوت ارضيه شكلها مختلف. نفس الكلام من هوت هنا كاونتر استعلامات، ها فجيت عملت فوق الموظف او الموظفين الموجودين في المكان، ونفس الكلام في الارضيه عملتها بشكل ولون مختلف وتصميم برضه مختلف عشان اقول ان دوت مكان مخصص لناس معينه، ناس مهمين انا هتعامل معاهم. برضه دوت يعني زي ما قلنا كده ان التصميم المعماري لغه، انا لغه الشخص اللي هيجي يخش من خلال النظر تمام هيفهم وهيشوف وهيتوجه من خلال الماتيريال اللي انا حاططها له ومن خلال الايه الالوان اللي انا اللي هو هيشوفها ويستعملها، فانا باكد على مدى اهميه المكان ده هو من خلال الارضيه مع السقف ومع الحائط كمان. ده مسار حركه هو برضه في منتهى القوه، وجيت في مكان عملت لون عشان أأكد إن هنا في عندي باب في غاية الأهمية. تمام كده يا جماعة، يبقى أنا دلوقتي عندي مسار حركة وعندي سي 3 أبواب أو أكتر، لكن في عندي باب في غاية الأهمية مهم، فجيت الأرضية مع الحائط مع السقف عملته بلون مختلف عشان أقول للشخص اللي ماشي في الكوريدور ده أهو لا ده الباب ده مختلف، الفراغ دوت أو الأوضة ديت بتاعت حد مميز أو مهم بالنسبة لنا، فأكدت عليه من خلال الإيه؟ من خلال اللون في الأرضيات والحوائط والأسقف. إحنا أهوت برضه لما أجي أبص في الممر ده أهوت لان عندي اللايتنج فوق ها والتناغم مع الاضاءه الموجوده عندي العلويه مع الارضيه، فكان عملت تطابق ما بين الارض تمام والسقف، الماتيريال اللي موجوده عندي في الارضيه والماتيريال اللي موجوده عندي في السقف كان عملت تطابق بينهم عشان اكد برضو ان هنا في عندي حاجه في غايه الاهميه. يعني الانتيريو ديزاين ده اللي احنا شايفينه ده في غايه الاهميه، لازم ان انا استعمله واطبقه في مشاريع مختلفه اللي انا بشتغل عليها. ما ينفعش نعمل ارضيه حاجه والسقف حاجه تانية، لا يمكن اعمل كده لان الشخص وهو واقف في الفراغ بيشوف الفراغ ده 3D. تمام كده، فلازم اعمل الارضيات متوافقه مع السقف. لو عملت فوق فكره لازم اطبقها في الارض، ممكن اطبقها بماتيريال مختلف بس بنفس الروح والفكر عشان اشير ان هنا في عندي حاجه مهمه. برضو نفس الكلام، ان هو في عندي مسار حركه تمام، برضو اعرف استعمل دوت في فراغات ممكن تكون اداري، ممكن برضو يكون فيها شق له علاقة يكون فيه زي كافيتيريا أو مطعم أو غيره. بص كده على السقف مع الأرضية، كل حاجة بنعرضها هو دايما تبص السقف مع الأرضية هتلاقي إن في تناغم تمام وتطابق ما بين الألوان الموجودة عندي ها في السقف وفي الأرضية عشان أكثر الملل، عشان كمان أأكد إن هنا في عندي مسار حركة في منتهى الأهمية وفي خط فاصل ما بين فراغين جنب بعض أو بين وظيفتين جنب بعض.
هنا لما اجي ابص وادقق النظر هلاقي ان في عندي هنا اهوت مكان اعرف اقعد فيه، تمام، وفيها ترابيزه اهوت وكاني قاعد في مطعم. فالمكان ده عشان هو مميز عملت الكنب باللون مميز، وفي نفس الوقت الارضيه اللي انا واقف عليها والسقف اللي هو فوقيه عملته بشكل مختلف ولون مختلف. بص كده بقى التطابق ما بين الارضيه والسقف والالوان المختلفه الموجوده عندي في الاماكن اللي انا قاعد فيها، وقارن بين ده وبين بقيه الايه، وبين بقيه الفراغ، هلاقي ان المكان ده مكان مميز من حيث الفرش، من حيث الارضيه، من حيث الاسقف، من حيث الاضاءه، من حيث كل حاجه، مش كده؟ فانا باكد على الفكره، في كل الاتجاهات ممكن اكد عليها، في الارضيات، في الاسقف، في الفرش، في الاضاءه، وممكن كمان من خلال الحوائط وغيره. نشوف السلايد ده، يعتبر اخر سلايد موجود معانا. قد ايه برضو في مكان عندي هو موجود، ممكن يكون في الشركه او في الزون الخاص الاداري بتاعي. المكان دوت ميزته من خلال كرسيين والاضاءه اللي جايه بشكل مختلف، الارضيات مع الحوائط مع الاسقف، على اساس ان دوت مكان مهم قدرت ان انا امشي من حواليه. ما كنتش شايف اعمل الارضيه دي كلها حاجه واحده، عشان اعمل ان المكان ده ليه خصوصيه، تمام، مع ان انا ما عملتش فيه اي بارتيشن او اي حائط او اي حائط، ده انا سبته مفتوح. بس انا من خلال البصر، من خلال النظر، الشخص اللي ماشي في الكوريدور ده هو هيعرف يشوف ويقول المكان ده مكان مميز لازم امشي من جنبه، مش هخترقه، تمام كده. اكدت عليه من خلال الارضيات والحوائط والايه والاسقف، طبعا من خلال كمان اللايتنج ومن خلال الفرش وغيره. الموضوع ده يا جماعه في غايه الاهميه برضه، ان هو من خلال المسار الحركه عايز دايما تطابق ما بين السقف وبين الارضيه. كانت ممكن الارضيه دي كلها تبقى واحده، كان ممكن السقف ده كله يبقى واحد، لكن ان السقف يجي ان هو يبقى بشكل مختلف واجي اعمل تطابق بين الارضيه والسقف، يعني ايه فعلا ان هو متطابق ومتناغم ومترابط مع بعضه، دي حاجه في منتهى الاهميه. وكان ان هو انا عاوز اقول ان في عندي فصل في الوظيفه ما بين الناس اللي هيخشوا ناحيه اليمين والناس اللي هيبداوا يتحركوا يخشوا في الاوض ناحيه الشمال، تمام كده. ده هيبان من خلال الالوان الموجوده في الارض، ومن خلال برضو الماتيريال اللي موجوده عندي في السقف والاضاءه والالوان وكل حاجه، تمام كده. فانا ماشي باكد على معلومه من خلال الارضيات والاسقف، وساعات كمان بدخل معايا الايه الحوائط. الموضوع كله مترابط ومتناغم، وانا باكد عليه من خلال التصميم الداخلي بتاعي، تمام كده يا جماعه. كده بنقوله دوت يعني في كل المشاريع هينطبق عليه الفكر ده. لو انا بصمم شقه سكنيه ممكن اعمل فيها ده، واعمل الفصل من خلال الالوان الموجوده عندي في الارض وفي السقف وممكن في الحائط. لو انا بصمم فراغ تجاري، اداري، مستشفى، متحف، معرض، فندق، تمام كده، ممكن ان انا اعمل فصل بين الفراغات من غير ما يبقى في عندي بارتيشن، او من غير ما يبقى في عندي حائط او ازاز فاصل. لا، ده ممكن اعمل فصل بين الفراغات وبعضها من خلال بس الالوان، ومن خلال الماتيريال، ومن خلال الاضاءه، ومن خلال حاجات كتير قوي زي ما احنا شايفين كده في مجموعه الصور المختلفه اللي احنا استعرضناهم. موضوع يا شباب في غايه الاهميه، ازاي ان انا بستغل الاسقف واعمل تناغم ما بين الاسقف والارضيات، على اساس ان انا بعمل زون مختلف او بتنقل من مكان لمكان جوه المسطح الواحد، تمام كده. وبعبر عن الكلام ده في التصميم الداخلي من خلال الماتيريال المختلف، الالوان المختلفه اللي انا بستعملها عندي في الارضيات وفي الاسقف وفي الحوائط. ايه بقى المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب مني دلوقتي ان انا هجيب ورقه واحده بس بيضه مقاس A4، هكتب عليها اسمي ثلاثي على الاقل، اكتب عليها التاريخ، اسم الماده، اسم الجامعه، واي بيانات اخرى ممكنه، وهبدا اعمل شق تطبيقي على الشق النظري. هجيب اي سلايد من السلايدز اللي عدى، وهبدا ان انا ارسم سكتش واشرح عليه افكار مختلفه لمدى التجانس تصميم الاسقف مع الارضيات، تمام كده، بحيث ان انت يعني هتثبت لي انت استفدت. هتعمل ايه؟ هبدا ان انا اجيب سكتش، تمام، او اجيب صوره واحده من الصور اللي عدت، هبدا ان انا ارسمها سكتش بعد ما ابسطها لو هي صعبه، واطلع عليها اسهم واشرح عليها بشكل مباشر. يبقى الرسم لوحده مش كفايه والشرح لوحده مش كفايه، لازم ان انا ارسم سكتش واشرح عليه من خلال اسهم بشكل مباشر، تمام كده يا شباب. يا رب النهارده كنا استفدنا استفاده كبيره، واستعرضت ليك افكار مختلفه، وده على سبيل المثال لا الحصر. كل ما ادور هلاقي افكار اكتر من كده بكتير، لان الموضوع ده في غايه الاهميه. احنا بنقع فيه دايما ان انا بعمل ارضيات شكلها مختلف عن الاسقف ومختلف عن الحوائط، وكان انا ما بشوفش فراغ 3D. ها يا جماعه، لا، ده الانسان اللي بيخش جوه الفراغ بيشوفه 3D، فلازم ان انا باكد على المعلومه من خلال الارضيات والحوائط والاسقف، تمام كده يا شباب. وده لازم يتطبق في اي مشروع انا بستعمله، سواء كان سكيل المشروع ده صغير او كبير، على حسب الوظائف المختلفه اللي احنا بنعملها. شكرا ليكم يا شباب، ورب النهارده تكونوا استفدنا استفاده كبيره، واشوفكم دايما بخير.
دكتور كمال الجبلاوي.